متتبعات ومتتبعي الموقع الاخباري اش كاين، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم اش كاين مع هشام. ضيفنا لهذه الحلقه هو الدكتور نجيب اقصبي. سي نجيب مرحبا بك. السلام عليكم. مرحبا مرحبا بك مره اخرى في بلاطو اش كاين، ولفناك في, في في كل مناسبه مثل هذه، الا ونكون مضطرين الى التواصل مع السي نجيب لفهم مجموعه من المعطيات، والمناسبه شرط وهي مشروع قانون الماليه. حاولوا صادفناك اليوم باش نفهموا معاك ويفهموا معاك المتتبعين ديالنا مجموعه ديال الزوايا ومجموعه ديال الجوانب اللي جات في مشروع قانون الماليه ديال 2023. ولكن قبل ذلك سي نجيب، احنا سبقنا وعرفناك في حلقات سابقه اللي استضفناك فيها، غير اللي غايشوف اليوم هذه الحلقه اول مره، بعض المعطيات البسيطه عليك. انت من مواليد سنه 1952 بمدينه فاس، متزوج واب لولدين وجد كذلك. المستوى التعليمي ديالك، انت دكتور، عندك دكتوراه الدوله في الاقتصاد من باريس بفرنسا، ودبلوم معهد الدراسات السياسي باريس كذلك. مهنه ديالك استاذ جامعي، ناشط حقوقي وناشط جمعوي وكاتب كذلك. واخر الاصدارات ديالك هو هذا الكتاب اللي هديتيني نسخه منه مشكورا، واذا بغيتي تقدموا للمتتبع في بضعه كلمات اذا كان ممكن. هو الكتاب هو هذا. هو في الحقيقه هذا نتيجه ديال واحد الاجتهاد وتفكير وافكار اللي هي تطورت عبر عده سنوات. الفكره الاساسيه هو انه الاقتصاد المغربي اليوم كيعيش واحد الوضع اللي يمكن الصوره اللي تجي العنوان ديالو بدايه السناجي هي اقتصاد تحت سقف من زجاج، والمطلوب هو المحاوله ديال فهم المسببات ديال هذا الوضع هذا. وطبعا كاين واحد المحاوله ديال الرجوع الى الاصول. التحليل هو كيمشي على واحد 60 سنه من الاصول ديال الاختيارات المؤسسه لهذا الوضع هذا الى ازمه كوفيد. واذا كاين محاوله ديال التحليل ديال الوضع، لماذا وصلنا لهذا الاقتصاد اللي هو في الحقيقه لا يتحرك بالشكل المطلوب. هو الاصدار ديال المجله المغربيه للعلوم السياسيه والاجتماعيه، واللي بغاه السي نجيب فين يلقاه؟ كاين في كل المكتبات عبر ربع المغرب ولا في الرباط لا هذه قضيه ديال الشركات ديال التوزيع. طيب سي نجيب، ولكن قالوا لي بانه كاين في كل رحله. طيب سي نجيب شكرا لك. وسي نجيب ندوزو نناقشوا الموضوع اللي استضفناك من اجله، لكن قبل ما ندخلوا في التفاصيل بغيت منك تقدم المتتبع ديالنا قراءه عامه، كيفاش شفتي مشروع قانون الماليه ديال 2023 واللي تودع في مجلس النواب اللي راه وقدمته وزيره الاقتصاد والماليه فاتحه ناديه فتاح العلوي امام مجلس النواب، كيفاش شفتي المشروع ككل؟ هو القانون الماليه ولا بعد بالنسبه لهذه الحكومه، هو يمكن نعتبره انه اول قانون ماليه اللي دارت، لانه السنه الماضيه من جات الحكومه كان القانون ديال 2022 تحضر الحقيقه. يمكن نعتبره ان هذا اول تحسب عليها طبعا، ولكن هذا اول قانون كان نعتبره بانها هي اللي شرفت على الاعداد ديالو من البدايه الى النهايه. اذا هذا اش كيعني؟ كيعني بانه النظرة الأولى هي التوجهات العامة، واللي في الحقيقة هي توجهات ديال الحكومة بكل صراحة. وعاد طبعا بعد غندخلوا في الجزئية في التفاصيل، ولكن راه هذه الحكومة هذه ملي جات شنو قلنا؟ العدد جميع قالوا هذه حكومة ديال أرباب العمل. كنا نقولوا ديال وأرباب العمل الكبار ماشي الصغار. هذه حكومة اللي كي كما الممارسة اليومية كتبين أنها حكومة اللي كتنظم في الحقيقة واحد الزواج اللي هو غير صحي بين المال والسياسة. إذا القانون المالية ديال 2023 غادي يجي باش يبلور على أرض الواقع هاد الاستعمال ديال الساحة السياسية، لأنه الحكومة عندها أغلبية اللي في الحقيقة كتسيطر على البرلمان، كتسيطر على الهيئات، عندها القرار السياسي. فهي عبر هذا القانون
حطت على ارض الواقع وبينت الاختيارات ديالها اللي مع الاسف هي اختيارات كتمشي في اتجاه مصالح معينه. اذا يمكننا نقولوا هذا قانون ماليه، اذا يمكننا نعطيو له واحد العنوان، في الحقيقه هو قانون تدبير ازمه وازمات. تنظن بانه الجميع كيعرف بانه 2022 هي سنه ازمه، من الجفاف الى حرب اوكرانيا الى بقايا الازمه ديال الكوفيد 19. الاقتصاد المغربي يعاني من ازمات متتاليه، وهذا القانون ديال الماليه طموح ديالو هو يدبر هذه الازمه، ولكن حنا غنشوفوا الاشياء الملموسه بانه تدبير لصالح المصالح غير غنوقفوا عليها. الا بغينا نوقفوا عليها فين كتجلى هاد الخلاصه اللي قلتي لنا فين كتجلى، غنوقفوا عليها من بعد في التفاصيل. غير قبل ذلك، واش هذا مشروع قانون الماليه كيعكس البرنامج اللي من خلاله خدات الحكومه تنصيب من عند البرلمان؟ يعني واش كاين تما كنلقاو فيه ديك الوعود اللي قدمتها الحكومه امام البرلمان في هذا المشروع هذا؟ انا نقول لكم دابا، اولا بعد خصنا نعرفوا هما تيقولوا بانه المراجع هي اولا، المرجع الاول هو ما يسمى بالنموذج التنموي. قلب على الاثار ديال النموذج التنموي في هذا القانون الماليه ما غادي تصيبهاش، هذه اولا. ثانيا، لان ديجا البرنامج ديال الحكومه الا كتعقل راه في النقاش العمومي اللي كان حول البرنامج الحكومي، من بين المشاكل اللي مطروحه لك، الاسئله اللي كانت مزعجه هي هذه، هي مدى تطابق البرنامج الحكومي مع النموذج التنموي. اذا هذه ثانيا. دابا البرنامج الحكومي دابا الان اذا كنشوف السنه الثانيه، يمكننا نعتبروا انه مثلا بالنسبه لي المعدل ديال النمو هذا العام درنا اقل من واحد، وغنديروا اقل من واحد. الطموح، وحنا غنهضروا على الفرضيات، هي الحكومه كانت قالت 3.5 4 4 4 4 4 دابا هي قالت بانه الهدف ديال 2023 هي 4، ولحين غادي نشوفوا واش هذا توقع واقعي ولا لا. ولكن في المجالات الاخرى مثلا بالنسبه للتشغيل، واش يمكننا نعتبروا بانه راحنا بهذا القانون او بغير هذا القانون راحنا ماشيين في ذاك الطريق ديال مثلا خلق مليون مناصب شغل على اربعه سلس خمسه ديال السنوات، خلق هات السنتين 250 الف منصب شغل؟ احنا بعيدين كل البعد عن هذه الاهداف. يعني هذا المشروع ديال ماليه 2023 ما كيعكسش البرنامج الحكومي اللي قدمته امام. كنا بغينا نكونوا موضوعيين، هو تيدبر ازمه واخا، لان هذا صحيح ان الازمه هي قاسيه، فهمتني، فكيحاول يدبر الازمه. المشكل ماشي هو المحاوله ديال الازمه تدبير الازمه، المشكل هو كتحاول تدبرها ولكن ماشي لصالح السواد الاعظم ديال المواطنين، كتدبرها لصالح اقليه محظوظه. هذا اللي سمته الحكومه سي نجيب السياقات ديال الاعداد ديال هذا المشروع اللي هضرت عليها، وعندي هنا النقاط اللي هضرت عليها في السياقات. قالت انه جاء هذا المشروع على مستوى الدولي توالي الازمات، اندلاع جائحه كوفيد وتداعياتها الصحيه والاقتصاديه والاجتماعيه، بروز ازمه ارتفاع الاسعار على المستوى الدولي وارتباك سلسله الامداد العالميه قبل التعافي، مراجعه توقعات النمو العالمي من 3.2 الى 2.7. يعني كاين هنا هاد السياق اللي عدت فيه الحكومه، واش هو تبرير التراجع على بعض الوعود اللي عطاتها، ام ان هذا السياق على الكل والحكومه فعلا ان هذه السياقات تحكمت لها في المشروع؟ ايوا، دائما نكونوا موضوعيين، الحكومات كلها القائمه دائما كتبرر الازمات الداخليه بالعوامل الخارجيه، هذا ماشي شيء جديد والواحد يمكن له يفهمه في المجال السياسوي المحض. المشكل يا اخي هو انه ما تديرش ما تاخذش الاختيارات الضروريه باش تواجه الازمه. نعطيكم غير مثال واللي كيعبر على كل شيء، الجميع يعاني منذ دابا هذه منذ شهر فبراير من الارتفاع الصاروخي
ديال الاسعار ديال المحروقات. شنو دارت الحكومه باش تواجه بالنسبه للمواطن اللي كيدوز البومبا ديسونس وتيأدي 16 17 18 درهم؟ شنو دارت؟ شنو دارت له؟ لا شيء. علاش؟ هذا هو شو؟ اذا كاين عدم تدبير داين. الواقع هو انه كاين سوء تدبير لان وراء هذا التدبير كاين مصالح فئويه غير هنا طبقيه معينه. غير هنا اللي سمحتي لي سي نجيب، السؤال ديال شنو دارت الحكومه ما كرهناش لو كان معنا شي طرف اللي كيمثل الحكومه باش يجاوب. طبعا والباب مفتوح، الباب مفتوح دائما امامهم. غير مرحبا. غير في هذا الباب هذا انا لا باس نذكر ببعض ما قالت الحكومه انها دارته فعلى هذا السياق هذا، هي تقول تغطيه تحملات صندوق المقاصه انه مثلا غير على مستوى البوطه، يعني تقول ان لولا الدعم ديالها الغاز في صندوق المقاصه البوطه كانت غدير 130 درهم عوض 40 درهم. هذا مثال مزيان. الله يخليك، انت اللي كتعطي الامثله. الحكومه نوقفوا هذا المثال هذا ونكمل لك لا هذا المثال هذا راه مزيان. ايوه شكون اللي كيستافد من هذا الدعم ديال صندوق المقاصه؟ هو دعم حقيقي ايفيكتيفمون غليظ وكبير بزاف، ومن 16 مليون 32 مليون. الجميع كيعرفوا هادو بالارقام ديال الاحصائيات ديال الحكومه. راه شوف على بين 40 و50% ديال هاد ديال البوطه، هاد الكميات المدعمه كيستافدوا منهم الفلاحه الكبار اللي في نفس الوقت كيستافدوا الامكانيات ديال الماء ديال المياه الجوفيه ديال البلاد باش يديروا منتوج باش يصدروه للخارج. واش يمكن نعتبروا ان اجراء بحال هذا اجراء تيمشي في الاتجاه الصحيح؟ واش هو غير واش الاجراء اللي كيمشي في الاتجاه ديال مصلحه البلاد؟ ولكن الحكومه تقدموا على اساس ان راه حمات المواطن من ديك الفارق ديال السعر. تقول لك المواطن عوض ما يمشي يجيب البوطه غاز ب 130 درهم، تنهضروا على ديال 12 كيلو، عوض ما يجيبها ب 130 درهم دابا كياخذها غير 40 درهم. تقول هي راه كدعموا بديك الفارق. هاد النقطة اللي وضحتيها وهي تناقشت بأنه كيستافدوا منها في الساقي، كيستافدوا منها حتى في الناس اللي كتربي الدواجن وما إلى ذلك، وهذا خصو نقاش آخر. كتقول كذلك الدعم ديال 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 الدعم ديال الفائدة المهنية قطاع النقل. تقول باش المواطن بقى يتنقل بنفس الثمن، هذه الإجراءات اللي كديرها مثلا. دابا تسولوا كنظن بأنكم يمكن لكم تسولوا المعنيين هادو ديال أرباب العمل ديال القطاع ديال النقل، واش غادي يقولوا لكم؟ أنا هذا الصراحة غير سمعته البارح، تيقول لكم بأن أولا هذا الدعم هذا غير كافي، وما كيستافدوا منه غير أقلية، ما كيستافدوش منه الحقيقة اللي هما في حاجة للدعم، أي ذاك الخدامة ذاك الشيفورات، وهذا دعم تعطى لأرباب العمل، وذاك الأرباب العمل ماشي راضين لأنه كيعتبروا بأنه غير كافي، هو محدود لا في المكان ولا في الزمان. واش يمكننا اونكور فوا هنا قول لي كل وحده وحده بوحده يبين لك الهشاشه. نقول لك كل وحده بوحده كتقول هنا تغطيه تحملات المقاصه راه هضرنا عليها، قلتي بان جزء منها هضرنا على نموذج البوطه. المقاصه في دعم مواد اخرى قلت لك راه ما وراءها مصالح. دابا قلت لك قد ما وراء البوطان راه ما كاينش غير الفلاحه الكبار، راه كاين اللي كينتج وكيبيع، اي الشركات ديال التوزيع ديال هذا البوطان هي اللي كتبيع وهي اللي كتستافد من كيفاش؟ وضح لنا هذه النقطة. وإذا كان عندك دابا عندك مادة مدعمة، دابا عندك مثلا بحال دابا مادة هذه 40 درهم ولا غتكون 120 درهم، أنا كنصنع داك الشيء ديال البوطة وكنبيعها، واش كتظن بأنني غادي نبيع نفس الكمية إذا كان ب 40 درهم ولا إذا كانت ب 120 درهم؟ الدعم كيجعلني انا كمنتج وكموزيع واللي تنبيع ذاك البوطه كنبيع اضعاف اي رقم معامله، اذا كنربح اضعاف بحكم الدعم ديالها. اذا ما تظنش بانه كيدعموا نفسهم. دابا انا كان كان انا كنواجبك تنقول لك الوقائع كيف كيف هي. ما خصناش نخدعوا راسنا بعض المظاهر. هذا طبعا هذا خطاب معروف ولكن كله من بدايته الى مردود عليه بسهوله. هضرت على تسويه ترقيه الموظفين اللي ب 8 مليار درهم، هضرت على الحوار الاجتماعي، وهنا هضرت على الرفع ديال الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص والعام. واش كتعرف هذه بلادي؟ واش كتعرف بانه بالارقام ايضا الرسميه 55 الى 60% ديال الماجورين
ما عندهمش حتى العقده، اذا ما عندهمش حتى الامكانيه باش يستافدوا من هذا الحد الادنى للاجور. اذا غير يمكن نتكلموا، ها هو كيجيب لك واحد الفلاش هكذا، وملي كتشوف غير كتلبس شويه وكتشوف كاين لتحت كتصيب الخوا، ما كاين والو. كلام في كلام. هضروا كذلك على دعم بعض المؤسسات، انا كنقول لك وانت علق. ايوا والمتتبع له، المتتبع والمتتبع له واسع وضعني بان هذا الشيء هذا باش ندوزوا، هذا راه في قانون الماليه. هذا راه في سياق اعداد الاجور. اذا هذا مدخل مهم، دابا شحال من نقطه انا عاد فهمتها من عندك، هذا مدخل مهم كيفاش كتسوق الحكومه في مشروع قانون الماليه، وكيفاش وضحتيه انت. مهم جدا هاد الجزئيه هذه باش تسوق هنايا بان كاين مثلا تغطيه تحملات مقاصه، وتوضح انت بان هذيك المقاصه جزء منها كيستافدوا منها مستثمرين اللي كيستعملوا بوطه والسكر وما الى ذلك، كيستافدوا منها الناس ماشي غير البوطه، حتى السكر حتى الدقيق، شكون اللي كيستافد؟ هادشي عرفتي كان نقاش عمومي حول صندوق المقاصه هذه 10 سنين ولا 15 عام، وهادشي معروف. هادشي راني ما كنقولكمش شي حاجه اللي زعما ما معروفاش، كون عند صندوق المقاصه اللي هو الدعم يستفيدوا منه غير واحد، ما تعنينيش بانهم ما كيستافدوش بعض هذوك، ولكن في الحقيقه هو كاين كيوقع انحراف ديال هذا الدعم، ورجعوا كيستافدوا منه اللي ما خصهمش يستافدوا منه. كيهضروا على الالغاء ديالو. نمشيو الفرضيات ديال الفرضيات اللي تبنى عليها المشروع الماليه ديال 2023. هاد الفرضيات نذكرها لك وعلق لي عليها السي نجيب، كيهضر على نمو الناتج الداخلي الخام. انا بعض الارقام، انا راه ماشي متخصص في الاقتصاد، ولذلك انا كنبغي نفهم منك فعلا في الحوار معك في مواضيع بحال هذه، راه فعلا كنخرج فيها، ونتمنى حتى المتتبع ديالنا يفهم بزاف. تنهضروا على نمو الناتج الداخلي الخام ب 4%، من بعد تقول اش كتعني هنا، محصول الحبوب 75 مليون قنطار، سعر الغاز والبوطان كيقول لك زعما التوقعات ديالو في السوق ربما 800 دولار للطن، معدل التضخم حوالي 2%، طلب الدولي الموجه للمغرب دون احتساب منتوجات فوسفات ومشتقاته 2.5%، سعر صرف الاورو مقابل الدولار 1.044%. اش كتعني هذه الحقيقه؟ دابا انت قلتيهم هكذا بدون ترتيب، هما كجابوهم عندهم. يمكن لي نقول لك الحقيقه كاين ثلاثه اللي هما ديال اهداف وثلاثه الفرضيات. شنو هما الاهداف؟ شنو هي؟ هو اولا هو نمو، المعدل ديال النمو خصو يوصل ل 4%، مزيان. ثانيا المعدل ديال التضخم خصو يهبط، متوقع انه يهبط 2%، حسب الحكومه. لا ثالثا العجز ديال الميزانيه خصو يهبط 4.5%. هادو اهداف طبعا كتعتمد على فرضيات. إذا كانت الفرضيات صائبة يمكن ديك الساعة نمشيو ونقولوا راه كاين هذه الأهداف. إذا كانت الفرضيات خاوية هشة، ما عندها أي، ما عندهاش الأسس ديال الواقعية، هاد الأهداف اللي قلنا غادي تسمع، وهذا الشيء اللي وقع هاد السنة، وهذا الشيء اللي وقع هاد السنة، وقلنا ما تظنش أيضا بأن نقول لك شي حاجة جديدة، راه هاد الشيء هو اللي عشناه. ما تنساش بأنه راه في القانون هذا ديال 2022 اللي مازال ما انتهتش، راه كانوا قالوا لنا غنديروا 3.6% ديال النمو. قال لك حقا ما كانش في راسهم الحرب. المهم دائما كاين شي حاجه دائما، ولكن دابا غير قلت لك نضرب، قلنا ها هما الاهداف، شو هما الفرضيات؟ الفرضيه الاولى هي اللي كي قلتي 75 مليون قنطار ديال الزرع، المحصول الزراعي، والجميع كيعرف بانه هذا الرقم هذا متعلق بالسماء بالامطار. جات الامطار ونطلبوا الله، دابا على ذكر هذا الشيء راه والله يا اخي بكل صراحه راه هاد الشيء اللي وقع راه خطير جدا. راه حنا شنو اليوم؟ راه حنا 24 اكتوبر، وفي نهايه اكتوبر بزلنا. في نهايه اليوم ما كاينش شتاء، حتى الحراره 28، انا من 28 في هذا الوقت هذا، راه هاد التغيرات المناخيه كنا كنظنوا في غير هذه بعض السنوات بانها خطيره، دابا كيظهر على ارض الواقع كلمسوها دابا اكثر مما كنا نتوقع. باش نرجعوا راه الى
انا قلت لك نطلبوا الله، يعني اول فرضيه مرتبطه بتوقعات مناخيه، نطلبوا الله باش ماشي غير المحصول الزراعي بعدا نشربوا نسقوا ما نشربوا، اذا نطلبوا الله. ولكن واش معقول اننا نظنوا انه زعما هذه فرضيه يمكننا نعتمدوا عليها باش نحققوا؟ راه الجميع تعرف انه الى ما كانش هذا 75 مليون قنطار فهمتيني، راه ما كاينش حتى ربع ديال ذاك 4%. يعني ها وحده. ثانيا الفرضيه الثانيه شنو هي؟ هي 800 دولار لاطون ديال الغاز بيطان. هذه هي ايضا، شوف احنا كنشوفوا العالم كيف هو، كنشوفوا الازمات في كتول، كنشوفوا الوضع في اوكرانيا، كنشوفوا راه، وكنشوفوا القرار ديال لوبيك بلس اللي مع السعوديه اللي قرب انهم كيحذفوا يقلوا هذا التقليل من الانتاج، راه غادي الترجمه ديالو على ارض الواقع هي ارتفاع الاسعار. انت زعما الواحد صعيب انك تظن بانه غادي هذا الشيء غادي يعالج. الطلب الفرضيه الثالثه هي الطلب الخارجي. الطلب الخارجي، ونشوفوا اوروبا اللي هي الزبون الاول ديالنا والممول الاول ديالنا في ازمه عميقه. شوف التوقعات ديال صندوق النقد الدولي ولا الاوسيدي ولا تيقول بانه اوروبا غادي هاد السنه 23 غادي تعاني حقيقه من ازمه عميقه فهمتيني. هاد اللي هو البارتنير ديالنا الاول كيعيش ازمه عميقه، وانت كتظن بانه غادي يجيب لك 2.5 5% ديال الطلب، غادي يرفع الطلب ب 2.5. وكيفاش زعما غير هكا تحطوا؟ اذا هذا مونتاج نعرفوا، هذا راه تلكيب. سنعرفوا بانه القانون الماليه شنو هو في الحقيقه. القانون الماليه هو من جهه، هو ميزانيه يمكن نقولوا، من جهه عندك نفقات. نفقات، شنو هو النفقات؟ باش الناس يمكن يفهموا ببساطه الاشياء. مصاريف كتصرف عندك ولكن النفقات فيها ثلاثه الانواع. عندك النفقات فيها التكسير، الاجور والمعدات الى اخره. عندك الاستثمار، وعندك الخدمه ديال الدين يا اخي. الخدمه ديال الدين كان باش نردوا الديون السابقه. ها الناس النفقات. بالنسبه امام هذه النفقات كاين مداخل. هذه المداخل شنو هي؟ عندك مداخل الجزء المهم اللي هذاك هما الضريبيه. وخصنا نعرفوا انه في المغرب اللي ما عندناش موارد، ما عندناش نفط، ما عندناش غاز، ما عندنا والو، خص هذه الموارد الضريبيه خصها تغطي لك 70 80 85% ديال النفقات ديالك. مع الاسف الواقع هو انه بحكم انه ما عندناش نظام ضريبي ناجع عادل، هذا النظام الضريبي كله كيدخلنا ما يمكننا باش نغطي غير 55% ديال النفقات. 55 هادشي اللي كاين، وهذا الرقم ديال هاد حسبته على التوقعات ديال 2023. 54.5% ديال التغطيه. يمكننا نعتبره ذاك الاكتفاء الذاتي الضريبي، الامكانيات ديالنا. والباقيه 45 فين غتجيبها؟ منين نجيبوها؟ كاين بعض الموارد غير ضريبيه، مثلا العائدات ديال بنك المغرب، ديال الفوسفات. يعني راه دروك قال لك بدون احتساب منتوجات الفوسفات ومشتقاته. هذا الشيء كله نجمعه غادي واحد 20 او 25 مليار. اي جو يغيزي داك ال 55، واخا نكونوا كيف تيقولوا سويون جينيرو 60%. داك ال 55% طلعت ل 60%، بقات لك 40%. منين نجيبو هذا؟ منين غتجيبو؟ الكريدي وعاوتاني القروض. هذا الوضع هذا خصنا نفهموه، هذه هي الازمه الهيكليه ديال الميزانيه والقوانين الماليه منذ سنوات، هي اننا ما دمنا في هذه الاشكاليه ان باش نعاود نلخص، الموارد الطبيعيه اللي خصها تكون الموارد الجبائيه ما كتغطيش واحد القسط، واحد النسبه كافيه ديال النفقات. قلت لكم بين 55 و60%. الى بحكم هذا الواقع هذا محكوم علينا كيف تيقولوا اننا نتوجهوا للديون. والمشكل اللي خصنا نعرفوا، وهذا الواقع باش الا بغينا نكون نلمسوا الازمه ديال الماليه العموميه والازمه ديال القانون الماليه. بحكم هذه الاشكاليه شنو كل سنه كنقترضوا، ولكن الجزء الكبير ديال القسط نقتضروه باش نؤديو الفوائد، باش
خدمة الدين، فيها الفوائد وفيها رأس المال. أي بحال دابا بالأرقام، هذا العام هذه السنة غادي نخلصوا خدمة الدين 109 مليار ديال الدرهم، 109 مليار ديال الدرهم كريدي باش نخلصوا الكريدي، وغادي ناخذوا كريديات جداد 129 مليار، 129 مليار جديدة قروض غنجيبوها فيها 60 مليار من الخرج. هادشي اللي تيقولوا التوقعات اللي كاينة في قانون المالية، 60 مليار غنجيبوها من الخارج والشيء الاخر نجيبوه من الداخل. 129 مليار باش نخلصوا 109 مليار ديال الديون السابقه. هاد الخدمه ديال الدين رجعت اثقل من الاستثمارات. دابا الاستثمارات في نفس الميزانيه، خلينا من داكشي الاخر، كنا نرجعوا للاستثمارات اللي ماشي في الميزانيه العامه، ولكن الاستثمارات اللي في الميزانيه العامه ما كتوصلش ل 109 مليار، يعني 106 مليار. الخدمة ديال الدين أكبر وأرفع مرتفعة أعلى من الاستثمارات اللي كاينة في الميزانية ديال الدولة. أكيد هكا أي اقتصاد ما عمرو غيزيد خطوة للأمام بهذا الشكل هكا. راه حنا كندورو في حلقة مفرغة يا أخي، كنقول لك هذه هي، هذا هو التجسيد الواقعي ديال الحلقة المفرغة. واش الحكومة كتقترض باش ترد الديون، كتخلص الديون كتقترض وانت ماشي. هذه الفرضيات ديالها في التدابير ديال الحكومة، جابت مجموعة من التدابير اللي هو محور خمسة عندها، في مجموعة ديال التدابير في مشروع. واش استحضرت هذا الكلام اللي كتقول انت، استحضرته في هذه التدابير ديالها؟ قبل ما نمشيو ليهم نقطة نقطة. هذا هو المشكل. الى قلت لك هذا المشكل راه قديم، الى كل سنه كيرجع كيتبدلوا الارقام، ولكن الاشكاليه راه هي. هذا اش كيعني؟ كيعني بانه لا الحكومه ولا اللي قبل منها ولا اللي مقبل منها ما خداوش، ما كانش عندهم الاراده باش يهرسوا هذه الحلقه المفرغه. كيفاش ممكن قبل ما نمشيو نناقشوا الحكومه، كيفاش ممكن يهرسوا هذه الحلقه في نظرك انت؟ كيفاش ممكن نعتقوا من هاد الاسر ديال الدين؟ الدين راه اسر الاقتصاد الوطني هنايا. خاص حنا في الماليه العموميه كنتكلموا، دابا كان عندنا اقتصاد وطني، ما نوسعوش الاشياء المجالات اخرى، نبقاو دابا حنا في القانون الماليه العمومي ياك. خاص اصلاحات جذريه ضروريه على مستوى النفقات، خاص اعاده النظر في النفقات. فين مثلا؟ وراه النفقات ديال التسير، النفقات ديال التسير كاين ما يدار بزاف في النفقات ديال التسير، وانا بغيتي ندخلوا للديتاي ما كاين مشكل. كاين على الصعيد الاستثمار، واش الاستثمارات اللي كنديروا كلها هي استثمارات ناجعه؟ يخرج على هذاك وشوف الاستثمارات العموميه اللي قبالتك وقول بانها واش استثمارات مجديه. الشيء اللي كيؤدي هذا الواقع، الشيء اللي تيؤدي لواحد شيء غريب اللي المسؤولين دابا هما كيعترفوا به. شنو هو؟ هو انه في الاقتصاد، في العلوم الاقتصاديه كيعلمونا الجميع بانه الى رفعتي من المستوى ديال الاستثمار، ذاك المجهود ديال الاستثمار تيرفع معاه المستوى ديال النمو. كاين واحد العلاقه. حنا المشكل ديالنا هو انه المستوى ديال الاستثمار ارتفع اسميا الى بغينا نقولوا رقميا، ولكن ما اداش لا للرفع ديال المستوى ديال النمو لا لخلق مناصب شغل. وهذا هو اللي راه انا باش نقول لك، هات نطرق في الديتاي هذه المشاكل هذه في هذا الكتاب. هذا كنبين بانه كيف انه علاش يعني ما كيكفيش دابا باننا هذا الشيء كلشي كيلاحظوا دابا الان، تقول بانه عندنا واحد النموذج ديال الاستثمار اللي ما يخلقش مناصب شغل، ما كيأديش للنمو، ولكن ما يكفيش دابا، خصنا نفهموا علاش. اذا خصنا ندخلوا للديتاي ديال هاد الاستثمارات شنو هي وشنو هو الارتباط ديالها بالحاجيات ديال الناس. غير بعض المعيقات حول الاستثمار كانت غير بغيت تعلق ديالك عليها، غير اللي جات في الخطاب الملكي لافتتاح السنه التشريعيه، وهضر على محور الاستثمار وهضر على بعض المعيقات. واش اذا تم تجاوز ديك المعيقات ممكن ان نتجاوزوا هذا الوضع هذا اللي وقل لي شكون هي هذه المعيقات؟ لان خصنا نتفقوا على معيقات بيروقراطيه، معيقات قانونيه، هضر على عراقيل يعني المستثمر، يعني كاينه مجموعه تاع العراقيل اللي بالاساس ديالها اداريه وقانونيه. اداريه اللي كت دابا شوف دابا انا يمكن على رقمنه مجموعه الاجراءات باش يقلوا من الاحتكاك ديال المستثمر. هادشي كله مزيان، ماشي هو هذا هو الاساس. وضرب بان هاد الاستثمارات خاصها تخلق واحد العدد ديال فرص الشغل اللي ربما 500,000 فرصه شغل على ما اعتقد. دابا شوف انا يمكن عندي انافونتاج عليك. شنو هو؟ هو انني عندي
30 40 سنه ديال الممارسه ديال هذا التجارب. انا كنكون مليح انني نسمع لك في مثل المحطات. شكرا شكرا. ولكن باش ما قلت لكش هذه باش نقول لك. لا والله بصح عرفت هادشي هذا. باش نقول لك بانه اللي عارف التسلسل ديال السياسات العموميه في المجال ديال الاستثمار في المجال ديال التشجيع ديال الاستثمار منذ 30 سنه غادي يفهم بانه مع الاسف رحنا ايضا في هذا المجال كندورو في حلقه مفرغه. ما تنساش غير دابا من قبل من هذا الميثاق ديال 95 ديال الاستثمار كانوا قوانين الاستثمار اللي كلها كانت تعطي الدعم بهذا الخطاب هذا، كانت تعطي الدعم وكتعطي الامكانيات وكتعطي التحفيزات الضريبيه الى اخره. بهدف شنو الهدف؟ دائما هو هذا، هو انه نخلقوا لواحد المناخ اللي غيشجع المستثمر باش يخلق. هذا الشيء ما خدمش. دابا تخلقت اليه جديده اللي هي صندوق محمد الاستثمار. مزيان مزيان. وتوضع على راسه بن شعبون. انا دابا اللي باغي نقول لك واش هذه الاليه ممكن تساعد؟ طبعا انا نقول لك شوف ما خصش الواحد يبقى يكون زعما غير كل شيء لا 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 طبعا طبعا. ولكن غير خصنا نفهموا بانه اولا بعد الحاجه الاولى اللي هو الاعتماد على الدعم كيما اما كان مباشر او غير مباشر، اما الدعم عبر الاحفاءات الضريبيه الاخرى او الدعم المباشر راه هو عامل كيف يقولون الفرنسيين سيت اون كونديسيون نيسيسير مي با سوفيزانت، اي ضروريه هو ضروري ولكن غير الكافيه غير الكافيه. المستثمر الحافز ديالو ملي تيبغي يستثمر في شي مجال في شي قطاع معين واش المشكل ديالو اولا بعدا هو يكون عنده الامكانيه باش يدير الاستثمار، يكون عنده التمويل، يكون عنده مثلا التيران الارض غالبا يكون عنده ماكينه، يكون عنده المناخ العام ديال الاقتصاد، يكون الطلب غدير واحد الماده غتخلق واحد الماده تنتج واحد الماده، خصو يكون طلب خصو يكون قدره شرائيه اللي غادي تشري ديالك. الا ما كانش هادشي قيل ما تعطيني في الاعفاءات الضريبيه ولا الدعم ما غادي يمكنش نستثمر. فلهذا نقول لك المشكل دائما مع الاسف انا قلت لك هادشي راه الظروف حلقه مفرغه لانه دابا هذا الميثاق ديال الاستثمار كتعرفوا اللي دابا غادي يتجاوز راه تخلق في 1995 وفي 1995 كانوا قالوا لنا غادي الحيز ديالو 10 سنين هو دابا حنا في 2022 باش نعرف بقاتك ما هادي 30 عام عاد صدقوا على القانون مزيان فوق ما جا الخير ينفع. انا ما كنقولش بان فوق ما جا الخير ينفع غير دابا السؤال اللي خصنا نطرحوا خصنا نطرحوا هذا القانون ونشوفوا واش حقيقة غير كيعيد انتاج نفس الاليات وبلغه اخرى وباشكال واكسترا ولا كيمشي حقيقه لعمق الاشكال. خصنا نخصوا واحد الحلقه القانون الاستثمار ممكن ونناقشوا فيها نستمروا الان في قانون الماليه. حنا تنهضروا على الفرضيات هضرنا على الفرضيات نهضروا على التدابير وهضرتي انت على الجانب الضريبي وهنا هي اولى التدابير اللي طرحتها الحكومه في هذا المشروع ديالها تتقول مراجعه الاسعار الحاليه للضريبه على الشركات قصد الوصول في غضون 4 سنوات الى الاسعار المستهدفه أهدافة التالية 20% بالنسبة لجميع الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم برسم رقم الأعمال المحلي ورقم الأعمال الموجه للتصدير بما في ذلك الشركات المقامة في القطب المالي للدار البيضاء ومناطق التسريع الصناعي 35% بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا صافيا يساوي أو يفوق 100 مليون درهم 40% بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولة التأمين وإعادة التأمين. ماذا يعني ذلك؟ صراحة لنا بلغة اللي نفهموها حنا لما الناس ماشي ديال المال كتعرف غا الصالير ديالها النهار اللي كيوصل. طيب دابا وبكل صدق قلت لكم بأنه هذه حكومة أرباب العمل. دابا قرأ الكتاب الأبيض ديال الكونفدرالية ديال أرباب العمل لا سي جوان ديال المقاولات الكبرى الأخير وغادي تشوف الانعكاس ديالو على هذا اللي كان مطلوب باش نتفاهموا
اللي كان مطلوب هو اصلاح ضريبي حقيقي شمولي. كانت واحد المناظره ولكن اياه المناظره ديال ما ديال السخيرات 2019 147 توصيه ربما وخرجت 147 عندنا الوقت نهضروا عليها. ولكن دابا جوستومون المشكل هو انه ديجا بعد في ذاك المناظره في اخر المناظره 167 167 ديال الى بالذاكره ديالي ما خالتش 167 ديال التوصيات. الوزير الماليه في اخر المناظره خرج للصحافه وخلهم انا اختاريت واحد 10 اللي كان هو ربما بن شعبون. اختاريت 10 ديال مزيان اودي مصبغي غير دبغ ديك العشره. هو دابا هاد واش منهم هاد الشيء اللي كتقول دابا الحكومه؟ انا غادي نقول لك دابا. قلت لك ديال ارباب العمل وارباب العمل الكبار ماشي الصغار. انا غادي نعطيك دابا هاد المثال هذا. دابا هما اليوم الوضع ديال الضريبه على الشركات هي صحيح انها كاين عده معدلات وكاين معدلات بالاشطر. مثلا بحال هذاك دابا الدار كتعرف بانه هي بعض السنوات هذه بعض السنوات جوستومون كانوا قالوا بحكم كان مزيان كان اتجاه مزيان انه المقاولات الصغرى والمتوسطه اي اللي كدير اقل من 300,000 درهم هذا الرقم هذا خصنا نعقل عليه اقل من 300,000 درهم غادي نضربوها غير بواحد السعر منخفض اللي هو 10% لانها صغيره لانها مزيان. والشركات اللي كدير بين 300,000 ومليون درهم ديال الارباح غادي نضربوها بواحد السعر ديال 20%. والشركات اللي كدير اكثر من مليون درهم ديال الارباح غادي السعر غادي يكون ديال 31% مزيان. دابا طبعا اصحاب ما تقولكش اصحاب الشركات الكبرى هذا الرقم ديال 31% ما كانش عاجبهم. اذا خصهم يديروا الضغط ثم الضغط على الحكومه باش تخفض وبداو في المجال ديال الصناعه 20% خفضوا بعدا ديجا 26% بالنسبه للصناعه. اذا دابا هذا جاو وداروا داك الشيء على المقاس. شنو داروا؟ قالوا بحكم حنا غادي نحاولوا نقربوا التقارب لا كونفيرجونس غادي نجمعوا هذا الشيء كله حول 20%. اذا وهذا الشيء غيديروه على 4 سنين 23 24 25 26 نشوف النهايه ديال الولايه التشريعيه ديالهم باش نكونوا واضحين. احسن شيء بانه التشريع غير هكذا راه مدروس خصهم يسالوا وحتى والضريبه دايره التضامن اللي عارفين بانه طرحوا لهم مشكون مع المنتخبين وقفوها في 2025 غير باش نقول لك شي كل الحسابات السياسويه وراءها. المهم نرجع لهذا الشيء. شنو داروا دابا؟ شنو هي الحكايه دابا؟ التقارب حول 20% اش كيعني؟ كيعني ان هذوك اللي عندهم 31 او 26 غيهبطوا ل 20 ولكن اللي عندهم 10 غيطلعوا ل 20 غيطلعوا ل 20 اي دابا غادي تخفض العبء الضريبي على الكبار اي اللي كيديروا على الصغار ودلي صغار اللي كيديروا اقل من 300,000 درهم ديال الارباح السعر الضريبي المعدل ديال الضريبه على الشركات غادي ترتفع من 10 اللي هي دابا الان وديجا غير الى داز هذا الشيء 23 غيطلع من 10 ل 12 ونص ومن بعد 15 ومن بعد 17 ونص وفي 26 غيقول غيوصل ل 20% في الوقت اللي هذوك اللي دابا تيخلصوا دابا 31 غيهبطوا ل 20. هذا انا قلت لك دابا عندك هذا مثال يجسد بوضوح المفهوم ديال العداله بين قوسين عند هذه الحكومه. قلت لكم هذه حكومه كتخدم المصالح الكبرى ها هو التجسيد. زيدك على هذا المداخيل لان هادو كلهم هدايا للمداخيل ديال راس المال ماشي المداخيل ديال العمل. الاجراء هذوك ما تحت ما يهضر مع المال نرجعوا الى بغيتي لهذا ولكن هادو هدايا لاصحاب رؤوس الاموال زاد ما قدش هذا الشيء ديال الشركه جاو المداخيل ديال الاسهم لي ديفيدوند ولي بار سوسيال دابا شو مال الاسهم هذه المدخول ديال راس المال يعني شركه اللي راه مدرجه في البورصه ولا حتى اللي ما كانش مدرجه لا مدرجة عندك اسهم في واحد الشركه كتعطيك عائدات ديال العوائد لي ديفيدوند اليوم كيأديو 15%
غدا غادي يهبطوها لهم ل 10%. حتى هي على 4 سنوات غتهبطهم يهبطوا ل 10%. وشوف انا قلت لك اصحاب العائدات ديال الاسهم هما كبار ماشي صغار. واش كتعرف انت بزاف ديال الفقراء اللي عندهم الاسهم او الاجراء اللي عندهم الاسهم؟ اذا هادو هدايا ضريبيه. والمقابل ولا شنو المقابل؟ المقابل صحيح نكونوا منصفين. تيقول لك بانه الوغ شوف شنو داو هذا فوق 100 مليون درهم. مئات مليون درهم ماشي 100,000 او مليون، 100 مليون درهم برسم رقم الاعمال المحلي. 100 مليون درهم، 10 مليار سنتيم. عاد غادي ندخلوا في واحد الحاله اللي ذاك 31% غتطلع ل 35. تطلع ل 35 وهادوك ديال. وفي الحقيقه باش نكونوا واضحين ايضا، هادو اللي بعدا خص الحكومه جيسبر كو بعدا الامور على الاقل في النقاش ديال هادشي غادي يقولوا لنا شحال ديال الشركات معنيين بهذا، شحال هادشي. علاش كنتكلموا؟ واش كنتكلموا على شي حاجه اللي عندها واحد داله ولا؟ المهم من غير هاد خلينا من هادشي. دابا هاد الشركات المعنيه بانها كبيره، الجميع تيعرف بانها شركات كبيره عندها الامكانيات باش تخلص خبراء في التملص الضريبي. هادشي معروف. واللي كيجعل انه في الحقيقه دير لها 31 ولا 35 ولا 40 ولا 50، المشكل ماشي هو في السعر. اجي دابا انا كنربح 500 وكتقول لي خلص 40% ياك؟ عندي الامكانيه بصفه قانونيه، لان التملص الضريبي ماشي هو التهرب الضريبي، ماشي الغش الضريبي، هو استعمال القانون بصفه ذكيه. اذا عندي الامكانيه انا باش نهبطك ال 500 ل 100. اذا نهضر بصحاب واخا نخلص 40 غنخلص 40 على 100، و 40 ماشي هي على 100، ماشي هي 40 على 500. اذا هنا مسبقا كيف تيقولوا من الامو خلصت الارباح اللي غنديكلاريهم. اذا السعر تقول لي 35 ولا بحال دابا الابناك راهم طلعوا لهم 37 ل 40. الجميع كيعرف، لانه غير بعد لاحظ واحد الحاجه قال لك غنديروا الكونفيرجونس، ولكن راه مازال عده اسعار، لانه ايا كان من ناحيه غير منطقيه يمكن يقول لك سيدي علاش قلتي لي كونفيرجونس؟ كونفيرجونس سافو دير غنمشيو لواحد السعر واحد اللي هو 20% عام مشامل على كل شيء. علاش خليتي 35؟ علاش خليتي 40؟ الابناك علاش الابناك وبنك المغرب والسي دي جي 40؟ شنو هو المنطق؟ المنطق في الحقيقه لانه قديم، لانه الابناك كيخلصوا 37% مش حال هذه. والمنطق شنو هو؟ نكونوا واضحين ايضا، المنطق هو انه الدوله كتعرف بان الابناك كدير اللي بغات. هادشي واضح، نكون كدير اللي بغات، اي انها عندها الامكانيه باش تعدل كيف تيقولوا اخواننا في الشمال، تعدل الحسابات ديالها باش تقدم الارباح اللي تخلص عليهم اللي بغات. الدوله عارفه هادشي، ما عندكش كدير. فلهذا شنو هو كاين انديل؟ هذا انديل نقول عرفتوا انديل بين تيقول له شوف حنا كنعرفوكم بانكم راكم كتصرحوا غير اللي كتبغيو، وعلى الاقل عطيونا اكثر من عطيونا 37. دابا زادوا 40، ولكن هذا ما غيطرح لهم اي مشكل، لان قلت قضيه ديال تعديل ديال الحسابات. واخا ونزيد قضيه حاجه واحده اخرى بالنسبه لما، لان كان نقاش عمومي من قبل على التضريب ديال ما سمي بالارباح الفاحشه. هذه اللي بغيت نسقسك عليها سي نجيب هنا، غير باش نحاولوا نستمروا الوقت ديالنا بشكل اللي كيسمع الضريب على الشركات. هنا بزاف الناس كيمشي بالهم مباشره ما موقع شركات المحروقات في هذه العملية هذه. هذا هو السؤال اللي كان مطروح، دابا السؤال اللي كان مطروح هو أنه ما غنرجعوش للملف ديال المحروقات والتلاعبات. لا هي كشركات أنا في الموقع ديالها، واش هي نفس الضريبة غتطبق عليها بحال الآخرين، رغم أن الأرباح ديالها في واحد الفترة اللي هي كانت تعتبر فترة أزمة حسب الأرقام وحسب التقارير أنها ارتفعت، واش هي غدار لها شي ضريبة خاصة هنا في هذا القانون المالية، أما مشروع القانون المالية أم ماذا؟ اللي كان بتروح في النقاش العمومي واللي هو بدا في الخارج داير عدة دول أوروبية بحكم الأرباح
الضخمه اللي راكمت هاد الشركات ديال بحكم الازمه الى غير هادو شركات ربحوا من الازمه منطق السوق استافدوا من الازمه. اذا في اوروبا في اسبانيا فرنسا في المانيا داروا ضرائب ولو انه بعض المرات تكون استثنائيه ولكن ضرائب مهمه باسعار ضريبيه مرتفعه باش تعبير على مساهمه ديال داك الشركات في الماليه العموميه. هادشي كان هذا النقاش ايضا في المغرب وبعض كانت كتروج بعض الوقت بعض الاشاعات بانه في قانون الماليه غتجي شي حاجه الى اخره. طيب ومين قرينا دابا شنو شفنا دابا من دابا تمخض الجبال فولد فأرا. شنو بان لك انت كمتخصص دابا في هي اللعيبه كيف تيقولوا هي داك 100000 100 مليون درهم 100 مليون درهم ما حددوش بحال اللي داروا الابناك لانه كي كانت اراده كي كانت اراده حقيقيه على ماشي يقولوا بانه الشركات يسميوهم التوزيع ديال النفط حتى هي نديروها مع على الاقل اضعاف الايمان نديروها مع الابناك غتكون واحد المنطق. ما تكلموش على هذا. يفترض ان الشركات هذه كدير اكثر من 100 مليون درهم وبحكم انها دايره 100 مليون درهم غنفهموا هذا راه ماشي دابا 35 على 4 سنين اي دابا غادي يدوزوا من 31 ل 32 وشي حاجه وهي ماشي حتى ل 26 عاد تطرح القضيه ديال 25 35 علاش مدخلين انا ودايره 40 راه حنا كنهضروا على 23 قلنا اللي غدير 23 هذيك هذاك زعما تيقول لك هذا الاطار المبغى اللي كنتمناو اننا نوصلوا له هذه هي التمنيات ولكن الا شتي الا شتي الاجراءات ديال المسطريه كتشوف بانه كاين واحد البار في كل ضريبه تيديروا لها واحد البرمجه باش تنتقل من واحد السعر واحد تدريجي الى معدل طيب. اربع سنوات هنا وحنا كنهضروا على شركه المحروقات استحضرت تقرير ديال مجلس المنافسه كنهضر على التضريب ديال الارباح ربما واش نعكس هذاك واش كاينه شي الحكومه خدات بعين الاعتبار ديك التقرير هو ماشي ملزم ليها واش خدات بعين الاعتبار ديك التقرير وعكساته في 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 مشروعها وخص بعدا ذاك المجلس المنافسه هو بعدا براسو يقول شي حاجه اللي غادي يمكن كيفاش ديك التقرير بعدا بكل صراحه زعما نكونوا شويه يمكن زعما كاين طريقه اللي واحد يمكن يعتبر بان هادشي كله ماشي جدي ماشي جدي ولكن حاولوا نكونوا حنا جديين حاولوا نكونوا جديين شنو هو المشكل ديال دابا ما غادي نتكلموش على الماضي حنا ولاد اليوم كاين اول مره منذ بدايه الالفيه الالفين اي منذ باش بدا مجلس المنافسه عندنا مجلس اللي كان عنده رئيس وعنده مجلس وعنده قانون عنده قانون ولكن الرئيس ديالو كيقول لك مازال دابا كتعرف ما بغيتش انا نرجع للماضي ولكن الصعب انه هادشي كله مفتعل لانه وقع ما وقع في جويليه 2021 وتعزل الرئيس المهم ما خلينا من هادشي دابا حنا غير امام هذا مجلس بعد اولا انت واحد مطلب منه يدير هذا التقرير هو راي سي في نوت جيجي راي دار راي مزيان ولكن المشكل هو انه في اللحظه فاش قرر انه يدير هذا الراي حط خطوط حمراء لراسو على ثلاثه المستويات المستوى الاول المرحله الزمنيه واش كاين شي واحد عاقل غيفهم المشكل المطروح منذ 2015 2016 الجميع تيعرف الفضيحه ما سمي بفضيحه 17 مليار اللي كانت في 2016 2017 وكانت عليها اللجنه البرلمانيه في 2018 الى اخره هادشي كله المجلس قال انا هادشي هذا ما غندرسوش ما غادي نشوفوش انا غنتكلم غير من 2018 لواحد ها وحده مزيان ثانيا مجلس المجالس كلها سوريا في هذا الموضوع هذا المهمه الاولى ديالها شنو هي ملي كدير واحد البحث هي استطلاعي هي كتسمع الجميع جميع المتدخلين في هذاك المتدخلين هذا قرر بانه ما يسمع غير اللي بغى اي شنو سمع طبعا اصحاب الشركات الموزعه للنفط سمع الوزارات المعنيه والسلام عليكم كل من كان خصو يسمع اخر اولا بعدا المعنيين بالامر النقابه
النقابات، النقابات بصفه على النقابات اللي كتعرف انه النقابه هي اللي قدمت الشكايه الاولى اللي عطات هذا المسلسل كله. الاوتور ديال لا سمير اللي ماشي عندهم كفاءات وما تيعرفوا الواقع من الداخل، عندهم خبره هذاك الهيئه ديال انقاذ لا سمير ما عندها ما تقول في هذه القضيه. الجمعيات ديال المستهلكين ما عندهم ما يقولوا في هذه القضيه، ما سمعش هذا الشيء كامل، هذا الشيء كله هو ما سمعوش. واخا بحال تيبالي بحال انه ذاك بحال القاضي اللي قرر بانه ما يسمع غير المتهم، ولا ذاك لافوكا ذاك المحامي اللي مع المتهم ما بغاش يسمع الشيء الاخر. فهذا مشكل كبير. قلت لك انا كاين خطه الخط الاحمر الثالث هو في العمق في الحقيقه، هو العمق في الفون ديال المشكل، هو انه اللي غريب هذا التقرير هذا تيقول لنا كل شيء اللي كنا كنعرفوه، وهو في حد ذاته انا كنعتبره تقدم مزيان ان مجلس المنافسه يجي ويقول لنا بانه راه ما كانش المنافسه في هذا القطاع، بانه كاين ارباح اللي مرتفعه جدا ما كيعيطلهاش فاحشه، ولكن الارقام اللي كيعطي كتبين بانها فاحشه. كاين شركات اللي ربحات ماشي شركات اللي كتهضر عليها الهضره وكذا، تيقول بان الشركات الاجنبيه هي الاكثر ربحا والاقل استثمارا، بان الشركات الوطنيه الاقل ربحا واكثر استثمارا. من غير شوف هذه راه اكثر من هذا تيبين يعني بانه الشركات، وهذا الشيء اللي كنعيشوه اليوم دابا ما تنهضروش عسينا اليوم، انه الشركات من كيكون ارتفاع الاسعار على الصعيد الدولي كتعكس دغيا حالا كتعكس الارتفاع، من كيكون العكس اي انخفاض الاسعار كتهني راسها وكتنسى راسها وكتخلينا فعلا. كاين مشاكل اخرى متعدده اللي اعترف بها هذا مثلا خطير بالنسبه للسياده الطاقيه ديال البلاد. تتبين هذا التقرير بينا بانه الشركات المعنيه ما كتحتارش حتى ذاك المخزون استراتيجي، حيث انه البلاد مع الاسف راه عايشه في وضع ديال لا امن طاقي. اذا هذا الشيء كله، هذا اسمح لي ما يمكنش الواحد يدوز مره الكرام انت اللي جبتي هذا الموضوع. لا تفضل اللي كيبان ايضا غريب هو بالنسبه لسمير. ودابا هذا التقرير قلت اش تيقولنا؟ تيقولنا بانه بالنسبه لسمير بالحقيقه انا ما عرفناش غير هو بالنسبه لسمير، غير تكمله لهادشي اللي قلتي كمعلومه. كان واحد التصريح صحفي ديال رئيس مجلس المنافسه رحو احمد رحو قال فيه بان تكرير البترول ما غيكونش عنده شي تاثير على الاسعار في المغرب. التصريح غير نهايه الاسبوع. ودابا الله يخليك احمد الصحف الوطنيه دابا غير واش خصنا واش يمكننا نثيقوا؟ شكون اللي نثيقوا؟ واش الوزيره ديال الطاقه اللي تكلمت امام قناه وقالت بانه قالت ما عندنا ما نديرو ولكن رجعت من بعد، ولا نفس الوزيره امام البرلمان اللي قالت لنا لا انا عمري ما قلت هذا الشيء وراه هذاك. واش يمكننا دابا نصدقوا رئيس المجلس المنافسه اللي في التقرير تيقول بانه كيعرف لانه شنو الاخير تيقول بانه ما عارفينش وكنطلبوا تكون دراسه شيء اللي دايب غريب ايضا، لانه السؤال اللي كيفرض راسو بكل صراحه واش هذه الى اونكور فوا ما نهضروا على هذه الحكومه ما كاينش صافي. هذه الحكومه هذه الوزيره راه هذه 10 شهور ولا 5 ولا 11 شهر بها هنا ياك دابا عام ما يقوم 10 شهور خذوا غير 10 شهور عام ما كانش عندها الامكانيه باش دير دراسه وهي اصلا هي جايه من ديك القطاع كان كانت الاداره هي متخصصه كانت حقيقه الاداره ما كانش عندها راه شغلات في شركات عالميه كيف يعقل انه مجلس المنافسه جاي 10 شهور من بعد وقلنا لا ما عارفش. ودابا انا قلت لك واش نصدقوا رئيس المجلس اللي تيقول لنا ما عارفش ورئيس المجلس اللي دابا انت كتكلم لي عليه اللي كيقول لنا بانه ما غيكون عندك غير المعطيات ديال اللي كاين هادشي بكل صراحه. هذاك التقرير ديالو راه ماشي جدي بكل صراحه. هذاك التقرير ديالو سي نجيب نحاولوا ما بقناش بزاف ديال الوقت وباقي لي بعض النقاطات اللي بغيت تعليقك عليها. فهمت من كلامك بان هذاك التقرير ديال اصلا التقرير ديال مجلس المنافسه هو تقرير يعني اصلا فيه بزاف ديال العيوب، يعني ما نعكسش ما كايناش الحكومه ما خداتوش بعين الاعتبار في المشروع الماليه ديالها.
هادشي اللي فهمت. نعم هو كيخبى عليها وهي غادي تهلك وهذا هو المشكل. هذا ما التقرير كيخش الحق. هضر على التدريب. هضر على التدريب. اسمح لي الله يخليك. هضر على تدريب الارباح. هو هضر على التدريب. ايه ايه هضر جوستومون هضر على تدريب الارباح. صحيح. واش الحكومه خدات بعين الاعتبار هذه النقطه؟ انا قلت لك كيف الا بغينا نكونوا كنتفهموا فوق ما يستطاع هذه الحكومه غنقولوا بانه خداته من واحد الباب ذاك الباب الضيق ديال المعدل ديال 35% ولكن غير بالنسبه للشركات اللي كدير اكثر من 100 مليون درهم هذا هو اللي خصك تعرف 100 مليون درهم وبصفه تدريجيه ماشي غدا يعني داك الشكل ديال بصفه تدريجيه فين ودنك من دابا حتى ل 26 هذا الى يمكننا نقول ولكن انا قلت لك إيه كان على الاقل نقول اضعاف الايمان كان الحكومه بغي حقيقه بغات غير شويه تجاوب مع ما نقول مطلب ديال مجلس المنافسه نقول مطلب هذا مطلب شعبي كان مطلب كان بغات تجاوب كان اضعف الايمان كان ديرت الشركات ديال والحقيقه ما كاينش الشركات ديال كلهم منصفين ايضا كاين حتى الشركات ديال الاتصالات ديال الاتصالات اللي كايضا هي في نفس الوضعيه كاين الشركات وحده اخرى مثلا ديال الاسمنت على الاقل في الاتصالات الشركات ديال الاتصالات المنافسه عادت على المواطن على الاقل كانت المكالمه بالثمن ورجعت بالثمن على الاقل ما شفناش ان المكالمه طلعت من 4 دراهم ل 20 درهم هبطت على الاقل صحيح على الأقل. صحيح 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 باش نكونوا منصفين صحيح طيب. صحيح ولكن تنقول لك انا كان الحكومه بغات شويه تجاوب كان دارت هاد الشركات هادو هاد القطاعات هادي دارتها في واحد الصنف اللي ديجا راه عندها باسكو كاين هذاك ديال الابناك كان دبتو مع الابناك واخا سي نجيب يعني غنحاول نكون مختصر غير هاد التضريب ديال الشركات هاد اللي هضرنا عليه الان دابا انعكاسات ديالو على سوق العمل انعكاسات ديالو واش تكون شي انعكاسات مباشره على المواطن وعلى سوق العمل ام لا؟ دابا شوف التدريب ديال الشركات كاين مع الاسف ما عندكش الوقت باش نطرقوا كاين عده اجراءات اخرى اللي عندها اهميه زعما ماشي ولكن دابا هاد الضريبه على الشركه وقع مباشر ما كاينش انه شنو علاش كنتكلموا؟ كنتكلموا على شركات مين كتبغي؟ وخصك تعرف واحد الحاجه ملي كتبغي تصرح بالارباح راه خصك تعرف واحد الحاجه ارقام رسميه راه 70% ديال الشركات بعدا اصلا ما كتصرحش بداك الشيء اللي كاين ما كتصرحش بوالو والو ما كت زيرو كتصرح إيوه. اما القانون هنا شنو كاين؟ اما خاصه وهذا علاش قلت لك المشكل ديال المراقبه وديال التملص الغش علاش قلت لك الغش التملص الضريبي كاين خبراء اللي ولكن هذا المشكل ماشي المشكل ديال الخبراء المشكل ديال القانون القانون هو اللي فيه الثغرات اللي كيعطي الامكانيه للمقانون شكون دارو باش ايوا هذا هو المشكل اذا القانون اذا كان شي اصلاح خصو يكون في القانون طبعا خصو يكون اذا هذه مسؤوليه ديال الحكومه ديال البرلمان المشرعه قبل ما تكون مسؤوليه ديال الاخرين اذا انا باش نقول لك المشكل راه 70% ديال الشركات ما سيصرحوا اما بخساره واما بوالو يعني هذا الاجراء ما يكون عنده حتى شي انعكاس حتى شي على الواقع قلت لك انا مين كيصرحوا غادي يأديو ولكن خلقوا ولا ما خلقوش الشغل ما عنده علاقه مباشره بهذا الشيء طيب باش نكونوا واضحين كاين بقيه التدابير اخرى غنعرضها عليك مجموعه وبغيت رايك فيها لان داهمنا الوقت تتهضر كذلك الحكومه في اهم التدابير اللي اقترحتها في مشروع ماليه ديال 23 هضرت على التخفيض التدريجي هذا هضرنا عليه تهضرت كذلك على ملائمه النظام الجمائي برسم الضريبه على الدخل برسم الدخل المهني مع اصلاح اسعار الضريبه على الشركات هذا هضرنا عليه مازال ما هضرناش تكلمي الا بغيتي ولكن نقول لك بالنسبه لان دابا تكلمنا على الضريبه على الشركات أيه. كنا نتكلموا على الضريبه على الدخل على الدخل هي هاد النقطه اللي بعده نقاط ماشي أيه. هاد النقطه هذه أيه. هي هاد النقطه اللي كنهضر فيها من دابا لا اللي تنظر نقول شوف واخا اولا غير تكلموا بالنسبه للانتظارات منذ المجالس الضريبيه ديال 2019 هادو كانوا من المطالب واللي قبلتها الحكومه والتزمت بها وحطتها حتى في القانون ديال الاطار ديال الاصلاح الضريبي شنو هي هي انه شنو مطلوب باش نكونوا واضحين بالنسبه للضريبه على الدخل انا مطلوب هو توحيد تجميع كل المداخل كيف ما كانت اجور ولا مهنيه ولا عقاريه ولا ماليه ولا فلاحيه كلها تجمع
تخضع لنفس القواعد ديال التخفيض الى اخره، ونفس البارام، نفس النمو الجدول، الجدول ديال الاسعار الضريبيه بصفه تصاعديه حقيقيه، لانه النجاعه والعداله كتطلب اننا نجمعوا كل شيء في ضريبه في قاعده واحده، ولكن تكون خاضعه لتصاعديه حقيقيه. التصاعديه اللي عندنا اليوم في الحقيقه شكون اللي كيأديها؟ بالثقل ديالها كله كتبرك على الطبقه الوسطى، كونوا واضحين، على الاجراء، الاجراء اللي كيخلصوا 75% ديال الدخل، ديال الضريبه على الدخل، اللي هي كتعم خمسه ديال المداخل، الانواع ديال المداخل خمسه، ولكن كاين نوع واحد اللي هو الاجور كيخلص 75% من هاد خمسه الانواع، من هاد الخمسه ديال المدخول ديال الضريبه كلها 75% الاجراء، يعني مداخل خمسه المصادر ديال الضريبه 75% فيها كتخلصوا غير الاجار، فوالا، والشيء الاخر كله 25% في شركات لا كل الضريبه على المهنيه، لا شغل لك المداخل المهنيه والمداخل العقاريه والمداخل الماليه والمداخل الفلاحيه، هادو اربعه جمعهم 25% والاجور 75%، هذا هو الواقع. اذا المطلوب يا اخي شغل لك ماشي هو انه اولا بالتوحيد غادي تجعل انه واحد المبدا ديال الانصاف، الانصاف اللي بديهي هو انه كيف ما كان الدخل ديالك خصك صراحه نفس الى عندك نفس الدخل خصك تخضع لنفس الضريبه. مثلا انت فلاح وانا ماجور، انت كتربح 100 وانا كنربح 100، خصنا نخلصوا 20 مثلا ولا 30 ولكن نخلصوا نفس او ما يسمى بالعداله الضريبيه. هذا الشيء ما كاينش اليوم، وهذا القانون هذا ما واجبش على هذا السؤال. المشكل ديال التصاعديه اللي كانت مطروحه لم يتطرق لها، ما تكلمش على هذا الشيء كله. الشيء الوحيد والمهم اننا نتكلموا ونكون جزئيين، تيقول لك راهم واجبوا على واحد المطلب، اي انك على تقلل شويه من العبء على الاجراء، مازال كينقصوا ماشي نقصوا داك كاين واحد كيف شتو ان اباتمون، واحد الخصم، لانه قبل ما تخضع الاجره ديالك ل واحد السعر ضريبي معين، كيكون عندك الامكانيه باش دير واحد الخصم حاليا 20%، 20% كتخصمها، مثلا بحال دابا ربحتي 100 عندك الحق باش تخصم 20 وكتخلص الضريبه غير على 80، فهمتيني؟ هذيك الخصم عندك تيعتبر بانه تعويض على التكاليف ديال المهنه، المهنه ديالك. طيب هاد ال 20 ولكن عندها سقف ديال 30,000 درهم، ستادير كو يمكن لك تخصم 20 ولكن كيف ما كان هذاك الا تعديتي 30,000 درهم والو في العام 30 طبعا في العام، في العام 30,000 درهم في العام، كنتكلموا على العام. طيب شنو هو الاصلاح دابا؟ دابا هذا الواقع اليوم، شنو هو الاصلاح؟ اللي هو الاصلاح اللي قال لك بانه الى جوج ديال الشهور الى حدود 78,000 درهم عندك الامكانيه باش تخصم 35%، 35%، ولكن فوق 78,000 درهم في السنه، شكون قلنا 8، عندك الامكانيه باش تخصم غير 25%. مزيان، ما فهمتش هذه القضيه ديال تخصم. مزيان، دابا مثلا بحال دابا كان ربح 200,000 درهم باش نحسبوا انا 20 مليون في العام، عندي الامكانيه باش نخصم 50,000 درهم. منين نخصمها؟ من القاعده اللي غنطبق عليها الضريبه. ايوه، يعني مثلا ما تطبقش عليها الضريبه، يعني 35% ما تطبقش عليها الضريبه والبقيه صافي هي اللي غادي تخضع للضريبه، فهمتيني؟ ولكن اللي خصنا نعرفوا هو انه كاين واحد السقف ديال 35، كان 30,000 ورجع 35. اذا هذا اش كيعني؟ دابا شوف، دابا مثلا بحال دابا عندك شي واحد تيربح 150,000 درهم، 150,000 درهم هي 11 ولا 12,000 درهم في الشهر، 150,000 درهم 15 مليون لا هي لا، ولكن في الشهر هي يمكن نقولوا الطبقه الوسطى، هي هي هذه الطبقه الوسطى. هذا الى عندك 150,000 عندك اسميا 25 الامكانيه باش تخصم 25%، ياك؟ ولكن بما انك داك السقف كاين، داك السقف ديال 35,000 درهم، دير 25% 150
1000 درهم شحال كتجيك هي واش كتتبعك باش ما تلفليش راه الخيط مركز معاك. هذا كيعني بانك كتعدى 35000 درهم مثلا 40000 درهم 25% جابت لك 40000 درهم. القانون تيقول لك ما غيمكن لك تخصم غير 35 لانه هو السقف ما غادي يمكن لك. اذا خصنا نفهموا يعني لا طائل من ديك 25% كل ما ارتفع وماشي زعما انا قلت راه حنا في مستوى ماشي راه حنا في مستويات ديال الاجور ديال 10 مليون في الشهر راه حنا في مستوى ديال الاجور ديال 12000 15000 هادو كلهم اللي خصهم يعرفوا بانه بحكم هاد السقف اللي مازال ينقبضوا ديال 35 في الحقيقه 25 ماشي هي 25 هو المستوى كيرتفع ما تكونش غادي تهبط ل 20 غتهبط ل 17 غتهبط ل 18 ل 15 يمكن تهبط حتى ل 10 ولا اقل من 10 يعني العمليه. شوف هنايا دايرين واحد ظاهريا تيبينوا بنا ها انتم يعني ممكن نسميها ممكن نسميها انا بالدارجه القوالب هذه ايوا يعني هادو القوانين الماليه دابا دائما معمره بهذه القوالب. سي نجيب هو النقاش معك شيق جدا غير طلبت منك باقتضاب خلاصه يعني كيفاش يعني انت خلاصه لهذا النقاش اللي درناه لهذا المشروع هذا واش ما بانت لك فيه حتى شي حاجه ايجابيه واش يعني لا ما نخش اعطيني خلاصه باش نختموا بها الخلاصه اللي ممكن نختموا بها. ايجابيات ما يمكنش ما تكونش ايجابيات يا اخي ما يمكنش يعني كنعتبر مثلا المشروع ديال التعميم ديال الحماية الاجتماعية إلى مشى الطريق إلى النهاية ديالو. هذه أنا دائما قلتها ونعاودها راها غتكون ثورة اجتماعية في البلاد. المشكل هو أنه مع الأسف وهذا كنبقاو في الموضوع ديال القانون المالية راه بدون إمكانية تمويل حقيقية جديدة كتعتمد على إصلاح ضريبي حقيقي راه غيبقى هذا الشيء كلام في كلام. هي دابا هاد دابا تيقولوا لنا واش حنا ياك 24 اكتوبر 24 اكتوبر حسب ما يقول رسميا يقال لنا انه في 31 ديسمبر اي من دابا شهرين وسيمانه 22 مليون ديال المغاربه غيكون عندهم التغطيه الصحيه. كيف زعما واش الواحد حنا كنا كنعرفوا البلاد ديالنا وكنخرجوا وكنشوفوا الواقع وكان اذا بدون كتشوف كنمشيو في واحد الاشياء اللي هي طموحه ولكن ملي كتشوف الواقع بحال اللي في سجلك دابا الواقع الملموس ديال الامكانيات ديال التمويل كتشوف انه ما كاينش. فلهذا باش نقول لك انا كنعتبر بانه كاين جوانب اللي كتطلب هي ايجابيه كتطلب انه اجراءات جديه وذات مصداقيه اللي تضمن البقاء ديالها يعني. ولكن مع هذا شنو كيبقى النظر انا هادشي اللي قلت لك من البدايه الى يومنا هذا اش كنشوفوا انه مع الاسف هاد الحكومه اللي هي كيف تكون حكومه تضارب المصالح الزواج الغير صحي بين المال والسلطه هي كتبين الاراده الحقيقيه ديالها ولكن عبر القانون المالي اي عبر اجراءات ملموسه. انا عطيت مثال ديال الضريبه على الشركات كتبين بانها مع الاسف حكومه ديال مصالح معينه طيب لا اقل ولا اكثر. طيب سي نجيب شكرا لك على التوضيحات. للاسف ضيق الوقت احنا تجاوزنا الوقت بكثر اللي تنخصو دائما تجاوزناه لكن كنشكرك على التوضيحات اللي فعلا انا شخصيا بزاف الامور وضحت لي ونتمنوا حتى المتتبعين ديالنا يكونوا وضحت لهم هذه الامور هذه. واكيد اذا مازال غادي نستضيفوك مره اخرى لمواضيع اخرى لمناقشه هذه المواضيع معك. شكرا لك سي نجيب. السلام عليكم. وبهذا متتبعات ومتتبعي المواقع الاخباريه اشكين كنكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه والى اللقاء في حلقه اخرى. شكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في قناه اشكين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. اذا عجبكم المحتوى بارطاجيوه مع اصدقائكم وللمزيد من الاخبار تيليشارجوا تطبيق اشكين من بلاي ستور واب ستور.